السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسديدة محيوس كابتن فريق المنتخب الوطني المحلي للناشئين طبعا مش محتاجة كلام، كانت فعلا ضعيفة جدا جدا جدا، والجزائريين زي ما احنا عارفين في دمهم طلعوا بيها ترند لضعفها طبعا اللي دخلت في المرمى او في الجون، طبعا زي ما احنا شايفين ضعيفة جدا جدا جدا. وحارس المرمى السنغالي ما بذلش اي مجهود طبعا في صدها، لكن هنقول قدر الله ما شاء فعل. منتظرة تعليقكم.